الله أكبر، والنصر لنا. كتائب شهداء جبل الزاوية. الله أكبر، والنصر لنا. الله أكبر، والنصر لنا. عملية نوعية لكتائب شهداء جبل الزاوية، وقضاء على عصابات الأسد المتواجدة في مدينة كفر نبل في منطقة جبل الزاوية 10/8/2012. الطائرة الحربية الآن تقصف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والنصر لنا. الله أكبر، والنصر لنا. الله أكبر، والنصر لنا إن شاء الله. كتائب شهداء جبل الزاوية تقوم بعملية نوعية للقضاء على حاجز مدينة كفر نبل المتواجد في جبل الزاوية. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والنصر لنا إن شاء الله. جمع تسلحونا بمضاد الطائرات، سلحونا بمضاد الطائرات. 10/8/2012 صباح يوم الجمعة بإذن الله. كتائب شهداء جبل الزاوية، كتائب شهداء مرعيان، كتيبة شهداء مرعيان، كتيبة شهداء المغارة، عملية نوعية في مدينة كفر نبل. كتائب شهداء أبنين الأبطال، كتائب شهداء الموزرة، كتائب شهداء بتيتا. الله أكبر، والنصر لنا. جايينك يا بشار، جايينا إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه الطائرات الحربية الميج 123 تقصف مدينة كفر نبل. نحارب الطائرات الحربية بأبسط وسائل الدفاع. هذا هو سلاحنا يا بشار الأسد. الله أكبر، والنصر لنا إن شاء الله. الله أكبر، والنصر لنا. الله أكبر، والنصر لنا إن شاء الله.